اهلا وسهلا بكم في محاضره جديده من كورس دافنشي ريزولف. في هذه المحاضره راح نتناول موضوع مهم جدا في عمليات المونتاج، لا هو باك جراوند بلور. في بعض الاحيان نضطر انه نضع خلفيات باك جراوند تكون مغوشه لاسباب عده. السبب الاول انه حجم الفيديو الحقيقي اصغر من حجم السيكونس او حجم الفريم، فبالتالي مكان ما يكون عندنا فراغ باللون الاسود ممكن نعوض هذا الفراغ بالموشن بلور او الباك جراوند بلور. وفي بعض الاحيان يكون دقة الفيديو ضعيفة جدا، فعندما نكبر الفيديو راح يكون مشوه، فنضطر ان نصغر حجم الفيديو ونضع باك جراوند بلور للفيديو. طيب راح نجي الى بروجكت جديد، نيو بروجكت، واي اسم راح يكون كرييت. ممتاز. الآن راح ناخذ كمثال، راح نضغط على Ctrl I حتى نضيف الميديا، طبعا راح اضغط على Don't Change. جيد، مثلا ناخذ أي فيديو وليكن هذا الفيديو. طبعا قبل ما ناخذ هذا الفيديو راح نجي إلى Edit، إلى قائمة Edit، ونختار مثلا هذا الفيديو الخاص بـ Challenger مثل ما تلاحظون. طبعا الفيديو دقته جدا ضعيفة ورديئة، فنضطر انه نصغر حجم الفيديو. طيب كيف نصغر حجم الفيديو؟ طبعا نجي الى هذا الخيار، نجي نضغط هنا ترانسفورم، وطبعا نصغر الحجم بهذه الطريقة، يكون الفيديو بهذا الحجم يكون افضل. جيد، المشكلة انه لو صغرنا حجم الفيديو راح يكون عندنا فراغ مثل ما تلاحظون بهذه الطريقة، وهذا الفراغ طبعا جدا سيء ويعطي انطباع رديء بان الفيديو صغير ودقته صغيرة. طيب شو نعالج هذا الخلل؟ عندنا عدة طرق، من ضمن هذه الطرق انه نضع موشن بلور. طيب الطريقة هي هذا الفيديو نحدده، طبعا نضغط على Alt ونسحبه، يعني ناخذ نسخة من عنده، او بامكاننا انه هذا الفيديو، يعني بامكاننا انه نتراجع هذا الفيديو، ناخذ من عنده كوبي كنترول سي، وبهذه المنطقة كنترول في نفس الطريقة، وبعدين هذا الفيديو راح يكون باعلى الفيديو الاول، يعني يتساوون الفيديوهات. جيد، صار عندنا فيديوهات اثنين، الفيديو اللي بالاسفل راح يبقى، الفيديو اللي بالاعلى راح نخفيه. جيد، طبعا شلون نخفي الفيديو؟ نضغط على هذا الشريط السينمائي، طبعا اذا لاحظ انه هذا ايضا تم اخفاء. الفيديو اللي بالاعلى راح نخفيه، نخلي الفيديو اللي بالاسفل، ومن ترانسفورم راح نكبره بهذه الطريقه. ممتاز جدا. وطبعا هذا الفيديو راح نضع له بلور. طبعا نجي الى اوبن اف اكس، هنا عندنا بالاف اكس، نجي الى عندنا غاسيوم بلور، طبعا هذا الغاسيوم بلور نسحبه ونخليه على الفيديو، مثل ما نلاحظ انه صار عندنا بلور. طيب نحدد هذا الفيديو حتى نتحكم بخصائص البلور، نجي الى اليمين عندنا هذه انسبكتور، نضغط عليها ونجي الى اوبن اف اكس، عندنا هنا البلور، نقدر نتحكم بكميه البلور. ممتاز، بعد ما خلينا بلور للفيديو الاول، نجي نظهر الفيديو الآخر، أيضا بإمكاننا طبعا نكبر حجمه، وطبعا نلاحظ النتيجة مثل ما نلاحظ. طبعا كل القنوات الفضائية وكل المحترفين يستخدمون هذه الطريقة، يخلون فيديو بلور والفيديو اللي دقته قليلة يصغروه حتى يكون عندنا إيحاء أنه الفيديو جيد وانطباعه ممتاز عند المشاهد، وما يحس المشاهد انه هذا الفيديو مصغر لغرض دقة الفيديو. ممتاز، لاحظ انه في بعض الاحيان الفيديوهات تكون يعني متضاربة، الفيديو الاول مع الفيديو الثاني، وبالتالي يكون تشتت بالنظر. طيب شنو الحل؟ الحل انه نضيف باك جراوند، هذا الباك جراوند راح يكون ويغطي على التشوه ويظهر لنا التشوه. طيب شلون تكون هاي العملية؟ نجي الى جنريترز، وطبعا عندنا هنا سوليد كولر، نجي نسحب السوليد كولر بهذه الطريقة، وطبعا الفيديو الاول راح نسحبه، طبعا راح نجي نضغط هنا كليك ايمن واد تراك،
وطبعا هذا الفيديو راح نسحبه تراك الى الاعلى نرفعه ونجيب هذا السوليد كولر نخليه هنا بهذه المنطقة وراح نخليه على كبر حجم الفيديو زي ما تلاحظون. طبعا ممكن نكبر قليلا بهذه الطريقة يكون على كبر مساحة الفيديو. طيب السوليد كولر نضغط عليه كليك وراح نجي هنا بالاعدادات راح نغير اللون مثلا الى لون ابيض نختار لا باس اللون الابيض اوكي. وطبعا نقلل الاوبسيتي مثلا نخليه بهذه الطريقه يكون اجمل الان. وطبعا يبقي لنا الحركات الخاصه بالباك جراوند بنفس الوقت انه راح يكون هذا الفيديو معزول عن الفيديو السابق مثل ما نلاحظ. ممتاز. الآن أيضا بإمكاننا أن نجرب مثال آخر. طبعا نجي إلى مثلا هذا الفيديو، فيديو مربع حجم مربع. إذا لاحظ أنه هذا الحجم مربع فأيضا بإمكاننا طبعا نصغر الفيديو بهذه الطريقة نصغر الفيديو وايضا طبعا نستنسخ هذا الفيديو من خلال Alt. الفيديو اللي بالاسفل نكبره طبعا ممكن يكبر ممكن لا باس انه يكون بالعرض لا باس لان راح يكون عنده بلور. فنجي الى FX Open FX وطبعا Gaussian Blur بهذه الطريقه وطبعا نجي الى هذا الجزء الى Open FX وراح نزيد بالبلور هذه هي الطريقة. جيد. أيضا بإمكاننا أن نضيف عزل ما بين هذا الفيديو والفيديو الآخر. طيب كيف نضيف العزل؟ راح نصعد هذا الفيديو تراك إلى الأعلى وراح نجي إلى Solid Color بنفس الطريقة اللي عملناها قبل قليل. نجي إلى Generators وطبعا Solid Color هذه هي الطريقة وطبعا راح نزيد بحجم Solid Color إلى نهاية الفيديو وبهذه الطريقة راح نصغر حجم السوليد كولر يعني ممكن تكون بهذه الطريقة ممكن بهذا الشكل وممكن نغير اللون مثلا ممكن نختار اللون الأحمر ممكن اللون الأخضر البرتقالي أي لون نشوفه مناسب ومن ثم أوكي. لاحظ راح يكون عندنا إطار بوردر وأيضا هذا الإطار البوردر راح يكون فاصل ما بين الفيديو والباك جراوند لا بأس انه يكون ابيض ايضا جميل ولطيف. اوكي ونلاحظ الآن قدرنا نتخلص من مشكلة الحجم وقدرنا نتخلص من مشكلة الدقة وأصبح عندنا أمثلة جميلة ولطيفة في نفس الوقت. نتمنى تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.